هذه الأولى في الرباط ومنها نحييكم في كل مكان. حتى الإرهاب في القنيطرة وحدة لتربية صغار سمك نون نتاج استثمار فرنسي كندي والإنتاج يدعم اقتصاد المدينة. فزت البنية الإنتاجية في القنيطرة اليوم بتدشين وحدة لتربية صغار سمك نون نتاج استثمار فرنسي وكندي اختار المغرب منذ 2006. أمين سليماني ونور الدين صابر. هذه أكبر وأحدث وحدة لتربية سمك النون بشمال إفريقيا. هذا السمك المصنف ضمن لائحة الأسماك المهددة بالانقراض يزخر به نهر سابو، ما دفع بمجموعة مستثمرة أجنبية إلى إنشاء هذه الوحدة ثم توسيعها والرفع من حجم الاستثمار بها. هاد الاستثمار اللي موراه هو يعني استعمال تكنولوجيا اللي كتجمع ما بين الاوتوماتيك والانفورماتيك من اجل تطوير الانتاج واللي غيترفع من 100 طن الى 320 طن سنويا. سبب قدومنا للاستثمار بالمغرب هو وجود طاقة هامة في مجال المادة الاولى لانتاجنا، وهناك ايضا امتيازات اخرى مقارنة مع الاتحاد الاوروبي الذي يعيش ازمة اقتصادية. المشروع المنجز على مساحة 3000 متر مربع يتضمن 80 حوضا تنتج 320 طنا سنويا. هناك ايضا معدات التجميد والتخزين. مشروع صناعي، مشروع اقتصادي، ولكن مشروع اجتماعي بامتياز، ثم كيعطي قيمة مضافة لواد سبو. ما نساوش الودية الاخرى، على انه الودية اللي موجودة في جهة الغرب بل في البلد ديالنا بكامله وديان فيها امكانيات هائلة. تربية صغار سمك النون كتدخل في الاطار ديال الاستراتيجيه ديال المندوبيه الساميه للمياه والغابات وبحاربة التصحر اللي كتهدف لتثمين الثروات السمكيه بالمياه القاريه، واللي كتعود بالمنفعه على الصيادين المحليين في اطار منظم. وإضافة إلى عمال الوحدة هناك 700 صياد من أبناء المنطقة يزودون المشروع بسمك النون، علما بأن مجموع الإنتاج يوجه إلى التصدير أساسا إلى الأسواق الآسيوية والأمريكية.